هي دي الثغره اللي احنا يعني بنعقب انا عليها خلي سلبا. شاري عقار بستثمره لاولادي او ساكنه فيه بس، او مش ساكنه شرط فيه بستثمره بس، انا ده سكن الوحيد. مش عامله فيه حاجه ولا قافلاه ولا مأجراه ولا ايوه اي حاجه، عايش فيه وعايشه فيه مثلا، او السكن الاول قافلاه هم عشان هنا ولادي بيقفلوا. يتجوزوا فيه يا فندم. لا بيقفلوا لغايه 2 مليون جنيه، تدفعني لغايه 2 مليون عليه بس. يا باشمهندس، تدفعني عليه ليه كل 5 سنين بقيمه برقم السنه جديد. برقم جديد؟ هو ليه؟ ما هي دي اللي هي دي نقطه الاعتبار. يعني اللي انا شاريها بمليون جنيه كاني في النهايه شاريها ب 2 مليون جنيه او ب 10 مليون او بعد ب 10 مليون، خمس على ما سنين. اوصل بقى. ايوه، وبالتالي قد يكون ويحدث فعلا ان تبقى ناس عايشه في بيوت قيمتها مرتفعه جدا لقدرتهم الماليه مش موجوده. مفيش. انا اشتريت البيت ده من 10 سنين لما كنت قادر، بعد كده طلعت المعاش قدرتي الماليه قلت، انا مش قادر ادفع هذا المبلغ اللي عمال يزيد عليا من غير ما انا اكون بستفيد. انا لا بستنفع من هذا البيت انا عايش فيه. طب يا فندم ما دي ثغره كبيره قوي في القانون. ما عشان كده بقول لحضرتك احنا ثغرات، دي احنا ثغرات كتير قوي. عشان كده بقول لحضرتك ايه، احنا ايه، احنا لسه فيها معانا رئيس لجنه الاسكان. السياسه هو يقدم اقتراح، انا هو بالفعل بقدم، انا بقدم هو بالفعل او استبداله بقانون العوائد. لا ما هو ده اللي هيحصل حضرتك. اولا هيحصل اكتر بكتير من الارقام اللي تم بعثها، هيريح الناس. تمام، انا يهمني حضرتك لازم نبقى كلنا مقدرين ان في عندي عجز في الموازنه. صحيح. وان انا لازم اقف مع الدوله واساعدها. تمام؟ في سياسه اللي قالها طارق بيه اللي هو التاجر الشاطر، ابيع كتير بسعر قليل اكسب اكتر. صح. ده اللي انا عايز اعمله في القانون الجديد. ونجرب. حضرتك انا لو انا متوقع لو هم لموا 5 مليار انا بقول لحضرتك مش اقل من 15 مليار لو رجعنا لقانون العوائد. بس الناس كلها تدفع، مش هيعفي حد. واخد بال حضرتك؟ تاني حاجة في الموضوع ده حضرتك ان انا عندي آلية التحصيل. تمام؟ قواعد البيانات. طب قواعد البيانات حضرتك ازاي هو هيلم قواعد البيانات وانا عندي 1,800,000 مبنى في مصر من غير رخصة؟ دول اللي هم ايه، العشوائيات؟ ايوه. 1,800,000 مبنى بدون ده داخل الاحوزة. غير حضرتك المخالفات على الأراضي الزراعية. هل الضريبة، هل حضرتك الضريبه العقاريه عندها القدره انها تنزل الشارع وتلف لي على 18 مليون وحده تقول لي دي قيمتها كام وتعمل لجنه؟ لا، ما دي الثغره الاكبر يا معتز. بقول حاجه، الثغره الاكبر هي التقييم. تقييم احنا العنصر الاولاني اساليب التقييم او معايير التقييم. هيلف ازاي يا فندم الكلام ده؟ انت كده خليته في ايد واحد، يبقى انا في اللجنه عضو في اللجنه اقدر اقيم هذا البيت بانه عليه ضريبه 1000 جنيه. دلوقتي توجه جديد في الدوله عموما بكل قوانيننا دلوقتي الجديده ان احنا نقلل العنصر البشري والاحتكاك ما بين مقدم الخدمه ومتلقي الخدمه. طيب عشان كده الثغره اللي بقول لك عليها. ما ده اللي بقوله بقى حضرتك. يبقى اللي هو بيقترحه ان هو يحول الامر الى متر مسطح، فبالتالي يبقى ما فيش فيه تدخل. انا مش هقدر اقابل عضو اللجنه واقول له المتر ده لا حفظ لك ولا هتخانق معاك ولا هجاملك. وهو كمان يكون رقم منخفض فمنطقي منطقي ما يخلينيش اتشغل بالمكافحه فانا عايز اخفضه. انما لما في ناس جالها عفوا 30,000 و40,000 ضريبه فطبعا راحت اعترضت وبدا يشوف محامين ازاي هيقعد يعمل طعن. وده لو انت حسبت النسبه للناس اللي اتحسب لها ضريبه يا معتز لا معلومات اللي عندي ان اكتر من 80% منهم اعترضوا على القيمه. ايوه. طب ده رقم بيشير مؤشر. طب احنا في الاخر عايزين هدف، هم هدفين، الدوله تاخد ايراد مقبول. ايوه. وده حقها، وده احنا واقفين واقفين معاها في هذا الكلام في هذا الاتجاه. وحصل اكتر كمان مش معترضين عليه. والجزئيه الثانيه ان المواطن كمان ما يبقاش تحت الضغط ان هذه قيمه كبيره عليه. فالعوده الى قانون العوائد بتقديرات بسيطه ولكن باعداد ضخمه هتحقق الهدفين. الايراد العام يتحقق للدوله، المواطن يشعر ان هو بيدفع قيمه معتدله وهياخد خدمه قصادها، هياخد خدمه تحسن قصادها، فالمثلث بتاع الاطراف الثلاثه هيتحقق. ده تقديرنا للامر. طيب قانون العوائد ده هينتقل للايجار القديم سريعا. قانون العوائد ده هيبقى استبدال الضريبه العقاريه؟ ده اقتراح مني انا. ده اقتراح من حضرتك وانا هقدمه في المجلس. هيبقى القرى في ملعب المجلس، ممكن المجلس يوافق عليه ممكن يرفضه.